بطاقات لنحكي أكثر طبعاً كيف ممكن نغير هذا الشيء. معنا سلوى عرموسة مدربة مهارات حياة. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكي سلوى. رمضان كريم عليك وأنا كمان اشتقت لكم. يسعد صباحكم. صباح الجميع. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي إمتى ممكن نقول عن التصرف أصبح عادة، يعني إمتى السلوك يتطور ليصير عادة بالنسبة لنا؟ أي نشاط نحن بنمارسه بشكل اعتيادي يومياً وبيمرق عليه فترة طويلة سنوات بنقول أنا هيك تعودت، ودائما هي حجة كل شخص لما ما بده يغير تصرف او سلوك عنده بيقول لك انا ماني متعود هيك او انا هيك اعتدت، وهو النشاط اللي ممكن يسبب خلافات بين الاصدقاء او يسبب مشاكل بالعمل او حتى يسبب خلاف بين زوجين، انه انا ما هيك متعوده او انا هيك متعود. اكيد سلوى، يعني دائما بنحس انه خبرات الحياه والنضج كمان له اثر بتغيير العادات السيئه، او خاصه اذا حس ان الشخص انه هي العادات سيئه مو انه منيحه. فاحكي لنا كمان عن هي الخبره، انه نضج العمر وتجارب الحياه لما يحس الشخص انه هي العادات سيئه كيف في بقى في هلا. اول شيء كل فكره بفكر فيها الانسان لما بتتحول لسلوك وبيمارسها بشكل دائم تحولت لعاده، وبالتالي هي بتكون سبب بمصيره. يعني مثلا الشخص اللي بياكل السكر بشكل مفرط وتحولت عنده لعاده اكيد بيكون مصيره انه يصاب بمرض السكري لا قدر الله، فبيكون اختار هذا المصير. الاشخاص اللي لازم يغيروا عاداتهم او يحدد العاده سيئه او غير سيئه، النضج العمري وخلينا نقول الوعي اكثر، لانه احيانا بنلاقي اشخاص عمر واعي، يعني هو مثلا عمره 50 سنه اكيد هو انسان ناضج، بيعاني من السمنه بيقول لك انا ضعيف قدام الاكل، ما بقدر اني اعمل ريجيم، ماني متعود. فإذا العمر ما له سبب أساسي إنه الشخص يكون عنده قرارات صح بحياته أو يكون عنده نضج، خلينا نقول الوعي والقرار بأنه أنا عندي عادة سيئة. لكن كيف أنا بحدد إنه هالعادة السيئة؟ كل عادة أنا بعتادها في هدف منها، فأنا أول شيء بدي أحدد الهدف. إذا كانت العادة اللي أنا معتاد عليها ما أنا متناسبة مع هدفي بالحياة يبقى هي عادة سيئة. فلو كان شخص متعود دائما إنه يجي متأخر على شغله بس هو عنده هدف انه يحصل على ترقية، اكيد الترقية صعب يحصل عليها. فانا اذا كان بدي ترقية بدي اطلع شو عندي عادات، شو السلوكيات اللي انا معتاد اني اقوم فيها ولازم اتخلص منها، وبرجع للوراء من امتى انا عندي هالاعتياد. مثلا تأخر بالعمل بجوز يكون عندي هالاعتياد من وقت كنت طالب مدرسة، اذا عادة الى سنين. فالقرار لحتى انا اغير العادة بالدرجة الاولى بدي اخذ قرار، بدي احدد الهدف واخذ قرار لاني غير العادة. بس هون يعني اخذت القرار معناته انه انا اكيد غيرت كل شيء. اكيد. وهذا اللي بيسالك عنه، كيف مثلا الانسان ممكن يبدا يغير عاداته السلبيه؟ هو اتخاذ القرار هو اهم شيء، وممارسه هذا القرار بحيث انه انا اقدر اطبقه على ارض الواقع. تمام. هلا كثير اشخاص بيقولوا مثل ما شفنا بالتقرير انه نحن اذا مارسنا عاده 21 يوم تثبت. فكره لا تنطبق على الجميع. 66 يوم ل 254 يوم، يعني 8 أشهر لتغيير عادة. أصعب شيء على الإنسان أنه يغير عادة. فلو مثلا شخص عم يعاني من السمنة بده يغير عادة بأنه يمارس الرياضة، الموضوع الرياضة هو شيء صحي وهي من العادات الإيجابية اللي ما في نتناقش عليها، أكيد هي عادة. أخذ قرار، نزل على الجيم، طلع لقى حاله تعبان بكسلين. فأول شيء لحتى أنا نفذ القرار ما بيكفيني أخذ قرار، بدي بلش أخذ عادات بسيطة. يعني مثلا بلش أني أمشي نصف ساعة أو ثلث ساعة، بلش بالعادات البسيطة وساعد نفسي بروابط حتى مع دماغي تساعدني، مثل أني حط مثلا شنطة الرياضة بجنب باب بيتي أو بغرفتي، جهز حالي لحتى أنا روح على النادي لحتى مارس هالرياضة. خلي ناس مشجعين إلي لهالعادة، زوجتي، صديقي، حدا يساعدني بأنه يكون مشجع لإلي بأنه أنا غير هالعادات السلبية اللي هي مثلا أنه أنا انتقل لموضوع الرياضة. العادات بكل شيء، هي عادات سلوكية، هي عادات بموضوع الغذاء، هي عادات بحياتنا اليومية. لكن تغيير العادة السيئة كمان بيحتاج مني مساعدة. يعني شخص بده يأقلع عن التدخين، قال بدي أقلع عن التدخين وساعده صديقه قال له لا تدخن، لا بده يبحث عن المثيرات للتدخين. هو عادة بيشعل السيجارة إمتى؟ بيشعلها وقت بعصب، معناته شو الشيء اللي هو حيختاره؟ هذا سلوك مع الغضب ولا هو سلوك صباحي مع فنجان القهوة؟ أكيد بده ينتبه لهالتفاصيل ويبحث عن هالمثيرات ليساعد نفسه. فأول شيء نحن منبلش بأنه منحط لأنفسنا عادات بسيطة سهلة سريعة. أما أني فورا حط عادة كبيرة، عادة صعبة ومباشرة بدي طبقها، حتما ما حطبقها.
وراقب نفسي. إذا قطعت 21 يوم برافو، قطعت أول مرحلة، بس مو معناتها إني اعتدت. لازم يصيروا 66 يوم ويصيروا فعلا 8 أشهر لحتى أقول إنه صعب أرجع. يعني اللي بيقلع عن التدخين 8 أشهر كاملين مع التبديل، يعني مو بس أنا بخلص من عادة سيئة بدي أحط بدالة، سأقلعت عن التدخين وبلشت مارس الرياضة وبلشت اعتاد عليها 8 أشهر نضمن إنه يستمر فيها أكيد. طيب سلوى، يمكن هلا نحن بالحجر المنزلي ويعني شفتي الاوضاع، صار في كثير من العادات اللي عم يكتشفوها حتى صح. الاهالي بين بعضهم، الزوج والزوجه أكيد. الاولاد مع اهلهم، ممكن العصبيه، ممكن النق، ممكن ضيقان الخلق، ممكن تماما. ممكن حتى تضيع الوقت بشغلات مو صح. مثلا فخلينا نعرف بس منك، هي القصه كمان هل بتصير عادة أو حدا إذا اكتسب عادة بفترة هاي الحجر حلو بتصير عادة أو طبع؟ نحن فينا نكسب فترة الحجر الصحي إنه نحن نغير عاداتنا، لكن تعرفي الأشخاص مثلا بيوصلوا لسن التقاعد وبيعدوا بالبيت ببلشوا الأسرة ينزعجوا منهم لأنه هو اعتاد على فترة طويلة من العمل، فما بالك إنه هو هلأ مجبر إنه كتير وظائف يقعد بالبيت. هل قاعدة بالبيت هو ما تعود هيك، فبيصير بيتفشش بأي شيء. فأشخاص عم تكون هالتفريغ لهالطاعة بالأكل، أشخاص بأنه ينكشوا لبعض، خلينا نقولها بالعامية يعني يتقاتلوا مع بعض. فأنا بدي يكون وعي، يكون عندي وعي. فأنا مثلا متعود دائما عندي أني اشتغل، أوكي ما في شيء تصليح بالبيت اشتغل فيه، يعني أكيد حلاقي شغل اشتغله، وبلش استغل هالفترة اللي أنا قعدتها بني غير عاداتي. ومثل ما قلتي اكتشفنا حالنا، يعني اكتشفوا الأسرة حالهم بهالفترة انه شو عندهم عادات، انه هي مثلا بتنقي كتير، انه انا مثلا طالما ما عم بشتغل عم باكل كتير، معناتها انا ما عندي العادات الصحية الغذائية. كيف بتعامل مع الغضب، مع الانزعاج، لانه حتى انا تعاملي مع الغضب هذا سلوك صار عادي. بعض الاشخاص اذا زعلت بتنام، هذا عادي ما بيحسب، بس يغضب لازم ينام، البعض لازم يمشي. بس قديش العمر او الشخص بيفرق بتفاصيل تغيير أكيد. العاده اذا كانت سلبيه وايجابيه، مثل ما قلتي يمكن ضمن الظروف الصحيه اللي عم نعيشها، مثل ما قالت زينب يمكن عم نقعد مع بعض فترات اطول، فنحن ما عم نكتشف بس فقط عادات سيئه فينا، حتى الاطفال يعني احيانا الام او الاهل بيكتشفوا باولادهم عادات سيئه صح. ما كانوا ينتبهوا لها، ما كنا متفرغين لها في فترات عمل بالمدرسه. قديش فيني انا العب دور على العمر، يعني فيني انا غير عادات سيئه لاطفالي بحيث مع مرور الوقت يكون لين، يعني لو كبر ما يكون في طبع فيني انا غير هاي العادات فيه. اول شيء لحتى انا ساعده بتغيير العاده للطفل بدي يكون قدوته. اي عاده بدي اياه يغيرها بدي بلشها بحالي وشجعه وكافئه. لازم يكون في عنا مكافاه تماما لازم كافئه وشجعه واعتاد انا مثله هالعاده. يعني مثلا بقول له مثلا لا تضيع وقتك اقرا، بس هو شايفني طول الوقت انا قاعده على التيفي ما عم بعمل شيء غير هيك. لا، ممكن انا احدد وقت للتلفزيون له وحدد وقت للقراءه، واقول له احنا حنقرا هلا. فبتصير هالعاده حيتزمر شوي، لانه تغيير العاده كثير صعب على الانسان، موضوع يعني مثل خناق على البني ادم، ما بيقدر، شيء اعتاد عليه مو شيء سهل. فانا بدي ساعده شوي شوي، ومثل ما قلتي موضوع مثلا اذا كان مراهق حيكون اصعب من وقت بيكون طفل. الاشخاص الكبار بدهم قرار شخصي بانه يغيروا عاداتهم، بس مو بيجي فرد مره انا بغير تغيير جذري كامل بعاداتي، بلش بعاده واحده وبلش غير هالعاده بدها وقت معي، يعني خليني انا كل 20 يوم غير عاده بالتدريج، مو انه حغير انا كل عاداتي فرد مره. اذا قلنا بدنا ناكل غذاء صحي مثلا حناكل غذاء صحي، مو فرد مره انا بنزل كل العادات، بنبلش اول شيء نشرب مي كثير، انه المي هي اساسيه، بنحط المي قريبة ومنذكر بعض انه نحن لازم نشرب مي كتير، هي عادة صحية. بلش خفف من الاصناف اللي فيها هي عادات سلبية غذائية، اللي هي مثلا السكر، اللي هي مثلا اني اكل حلو كتير، بنتبه لحالي بهذا الموضوع وبصير انا بقرأ عن هذا المجال اللي انا مثلا بغير العادة، بقرأ عنه أكثر وبثقف اسرتي بهذا الموضوع لحتى اقدر ساعدهم. وبرجع بقلك انه نحن بنتأثر بالمحيط، يعني اذا ما كانوا اصدقائي مساعدين الي او عائلتي مساعدة الي ما بقدر غير عادة. ولذلك ممكن ناخذ كثير قرارات، نحن نقول مثلا حنمشي كل يوم، نطلع اول يوم ثاني يوم ما نطلع، قول مثلا اخذ قرار انه انا حبلش اعمل ريجيم 3 ايام بعدين بطل، انا حبلش اقرا شوي بالكتاب، جيب 4-5 كتب بعدين بطل. يبقى انا بدي اختار عادات بسيطه وبدي تشجيع وبدي كافئ نفسي او خلي الاخرين يساعدوني بهذا الموضوع. سلوى، لكن خلينا نحكي امتى بتحول العاده لطبع؟
وإمتى بصير صعب فعلا كتير إنه يتخلى الشخص عن عادة؟ يعني مين هو الشخص اللي مستحيل يتخلى عن عادة بسهولة؟ تمام. هلا أول شيء إذا كانت القصة مثل ما قلنا فكرة وصارت سلوك، هالسلوك مع الاستمرارية تحول لعادة، العادة تحولت لشخصية، يعني صارت طبع جوا الإنسان. إنسان كل ما تعرض لمشكلة بيصير بيعيط بيعصب، منقول هيك عادته وقت إنه يعصب إنه يكسر أو يصرخ أو يعيط، طبعه صار عصبي، بيكون عنده مصير بعد هالعادة. يعني هي العصبية حتخلق له مصير إنه هو يتشاجر مع أشخاص أو ينفصل بعلاقاته الاجتماعية، ما يحقق علاقات اجتماعية جيدة، لأنه الإنسان العصبي بيخسر أكثر ما يربح، كل ما كان عنده ضبط لنفسه بيكون أحسن. فأنا بنتبه إنه الموضوع مجرد كان فكرة تصور ذهني صار عندي سلوك، واستمر هالسلوك إلى أكثر من 3 أشهر، صار 6 أشهر، 8 أشهر، صار شخصية، يعني صار شخصيتي، صار طبعي، طبعي هيك. فالإنسان بيتأخر كتير مواعيده هو الشخص نحن بنقول عن طبعه مستهتر أو مهمل، فصار طبع فيه فوضوي، ما بيروح مثلا عنده موعد، ما بيقوم بيجهز حاله قبل بوقت، هو بيقوم بالضرورات باللحظة الأخيرة بيتحرك. أو مثلا سيدة تحضير مثلا مائدة الإفطار، ما بتفوت مثلا من قبل بوقت وبتجهز قبل أذان المغرب بشوي، لا باللحظة الأخيرة، ودائما هي حتحط السفرة بعد المغرب، فمعناتها هي صار عندها هذا السلوك اللي صار طبع، اللي هو خلق هذا المصير اللي هو هل خلينا نقول الغضب أثناء الإفطار. فأنا بدي انتبه، مجرد يمضى فترة طويلة صار شخصية، فصار طبعي، فما بقعد بحس إنه عادتي والأنا طبعي هيك، وما بيكون عندي وعي إنه طبعي غلط، أو ما بيكون عندي وعي إنه أنا سلوكي غلط. إذا ما حسيت إنه عندي نتائج ملموسة غلط وأنا حسيت إني لازم أغير، يعني أنا إذا بدي أحصل على نتائج جيدة بحياتي أو إيجابية، ما في نتائج إيجابية بتكون بدون تغيير. صحيح. تكرار الشيء يحقق نفس النتيجة، فأنا بدي نتيجة مختلفة، بدي طريقة تفكير مختلفة، بدي سلوك مختلف، يبقى بدي عادات مختلفة، هي تغيير مختلف بكل التفاصيل. بس الموضوع مو سهل، بس الموضوع أبدا مو سهل. بالختام لكل حدا عم يتابعنا وحابب فعلا يعمل تغيير جذري ببعض العادات اللي فعلا بتضايقه بحياته اليومية أو بتضايق الشريك، شو بعض النصائح اللي ممكن نجريها؟ بنقول لكل شخص راقب نفسك من جوا، فعلا انت شوف نفسك كيف بتحب الأشخاص اللي انت بتحبهم، كيف بتنظر وبتتمنى لهم انه يكونوا مختلفين. طلع على حالك شو العادات اللي انت مو حاببها، سجلها عندك على الدفتر وبلش اختار عادة وغيرها. حتى لو كان تغيير شخصيتك احتاج لعام، خليك تبدأ عامك جديد بشخصية جديدة، احسن ما تكون انت محافظ على عادات سيئة تندم عليها بحياتك. أكيد يا سلوى، يعني وهي فرصة مثل ما قلنا هالسنة كانت فرصة لكتير يتأمل بأخطائه الماضية ويرجع حتى يخطط لشيء أحسن بالمستقبل. ودائما بنقول لن يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا كتير لإلك ولكل المعلومات اللي عطيتينا إياها سلوى نوس، مدربة مهارات حياة. شكرا لوجودك معنا، يعطيك العافية، شكرا كتير.